تحط لها شوية حنة على راسها، ما هيك؟ ايه طبعاً الكل لازم يحط صراحة. ايه لأنه عمة العروس هديك اللي قاعدة هنيك، شو فيها ليكي؟ وبعدين منشوف شو بيصير. مو لازم هي تحط حنة كمان؟ ايه أكيد لازم. ايه لأنه ما رح يمشي الحال، رح قوم وإلا فوراً. اه شريرة قلولي ليش أنتوا ما حطيتوا حنة؟ بصراحة أنا بشوفها للحنة مو منيحة وما بتعجبني، لهيك ما بحطها أبداً. عن جد؟ بس اللي بعرفه أنت بتكوني عمتها للعروس وأكبر وحدة بالعيلة، يعني أنت مفكرة إنه شي منيح إذا الوحدة ما حطت حنة بعرس بنت أخوها؟ لا لكان أنا شايفة إنه لازم تروحي هلأ وتحطي حنة. ما بعرف هي شو خاصة لحتى عم بتبهدلنا هيك، وأنت ليش عم تضحكي؟ تعالي معي. يلا حطي لها حنة لهي اللي هون. هيك منيح. ديمبي؟ أنا سمعت إنه عم بيكتبوا على الإيد بالحنة اسم زوج كل وحدة، هالحكي صحيح؟ كتبتي اسم كاران ديمبي؟ إيه. أو كتير حلو. ليكي اكتبي كمان على إيد المدام رجيني اسم زوجة، واسم زوجة بيكون الدكتور أمان، شو رأيك؟ واسم أركي على إيدها كمان. فيك تسكت أنت؟ يا ربي أي كندرة منهم بتكون إلها؟ أي وحدة؟ هاي ولا هاي؟ معقول شو أفكارهم متشابهة مثل كنادرهم؟ أنا ماني منيحة بام. كيف بتتجرأ توقع راجيني؟ بتشوف يا ربي هاي طلعت كندرة نيفيديتا. نيفيديتا شو صار لك؟ انت منيحة؟ حدا يجي ساعدنا بسرعة بسرعة. شوفي نيفيديتا شو صار؟ نيل عم تجعني كتير. ورجيني لشوف. بظن انه رد، ما تخافي مو أكتر. قومي يلا حاولي تقومي. بس نيل ما فيني وقف، ما عم بقدر، كتير موجوعة. خليني ساعدك يلا. هلا فورا بتصح رجلها لنيفيديتا مو هيك؟ شو عم يصير؟ كاران ما فيك تعطيني ردة فعل مختلفة عن هاي؟ لا ارجع للأولانية. اف لا عشو ما في شي، مجرد رد، لا تاكلوها. فهميني ثاني شو صار؟ أنا خربت الخطة اللي عملتها، كل شيء خرب على الآخر. اها ايه لاحظت؟ خربت كندرة نيفيديتا بدل ما خرب كندرة هاي بام. بس أنا بدي أفهم، بدك تخربي كندرة بام ليش؟ بعرف إنك بتحبها لهي بام، بس رح خبرك الحقيقة. بس انتبه. ما بعرف. هاي بام وحدة كتير خطيرة، ها؟ ما أنا شخص منيح أبداً، اسمع مني وصدقني. أنا حكيت مع راميش الجرسون، هذا اللي ضربته بام، وهو قال لي، حكالي كل شيء بالتفصيل. بام ما كان بدها إنه ترقص راجيني والسيد نيل مع بعض، مثل ما عم قلك كنت عم حاول عاقبها، بس بام نفذت مني هالمرة ونيفيديتا توقعت. هيك صار. بس بام مستحيل تعمل هذا الشيء، هي تغيرت كثير، ما كانت هيك.
رح موت من الوجع نيل. انت مين قالك انه تلبسي كعب وتمشي ببيت ريفي؟ اللي بعرفه انه النسوان بفضلوا الموضة على الراحة. ما بعرف وين كنت عم بتطلع، شو بيعرفني؟ خلاص خلاص نيل عم بتوجع. خلاص خليني افحصها، استني بقى. ماشي. كتير عم توجعني نيل، خلاص خلاص بلا ما أدلكها. ما بعرف امتى رح اقدر ارجع امشي. هلا لا تقلبي يا دراما، مجرد رد. حطي هلا عليها تلج ورح تصيري منيح. يلا راجيني، منيح انك موجودة هون، نحن هلا بحاجتك. بعرف انك انت المشرفة بمشفى الدكتور امان زوجك، بس لا تنسي انك بيوم من الايام كنت ممرضة رائعة وانا شفت شغلك بوقتها، ونحن هلا بحاجة لمساعدتك. لو سمحتني فيديتا عم تتوجع، عم تتوجع كتير، ساعديها مو نيل؟ ايه يا ستلج، ليكم بالتلاجة. نيفيديتا لا تخافي بنوب، طول ما نيل معك ما رح يصير لك شي، رح تكوني منيحة صدقيني. شكرا نيل، شكرا كتير. شو حلوين نيفيديتا، ما في داعي تتشكري أبدا، أخي كل عمر وحنون وبيهتم بالكل. صرتي أحسن؟ كتير حلو. نيل هلا عم يهتم بنيفيديتا، وإذا مرضت راجيني كمان راح يهتم فيها. طلع الحكي صح، إنه الوجع أقوى من الحب، لأنه بيجمع الناس مع بعض، وإذا كان هيك أنا لازم أنوجع. إيه لازم، لازم لاقي لي شي شغلة أنوجع فيها. نيل إذا بتريد ممكن تساعدني روح على غرفتي؟ تعال دكتور خليني ساعدك. أكاش يالله شغلها. لحظة شو صاير؟ ليش مزعوج كتير؟ أقام ما فيني اتحمل، شوفه عم يلمس شيء بقى ويقرب عليه أو يتطلع فيه، ما عم بتحمل. بعرف انه هو اخي الكبير، بس هو كمان بيعرف قديش انا بحبه. لك فوق كل هاد يا أقام، أنا حاسة عم يعمل هالشي عن قصد، هو عم يعمل كل هالشي مشان يغيظني. أراف شو هالحكي اللي عم تقوله؟ رنبير ما بيقصد هالشي. أقام أنت مالك شايف شي لهيك عم تقول هالحكي؟ بس أنا متأكد هو عم يعمل هالشي عن قصد. معناتها أنا رايح هلا لأحكي مع رنبير بالقصة. لا ما رح تروح وما رح تحكي شي. لكان أنت شو بدك؟ أقام كل ما صارت له فرصة لأخوك بيعمل كل شيء ليقلل من قيمتي، وبيعمل أي شيء. لأول مرة أجتني فرصة لقلل من قيمته، وما رح خلي هاي الفرصة تروح مني. أكاش شغل الموسيقى. وشو بدك تعمل؟ السانجيت
رحت العمل بكرة واليوم رح ضل عم بتدرب ورح ضل اتدرب لصير كتير منيح كمان واثبت اني برقص اكثر منه لانه لازم اثبت حالي قدام شيلبا بالاول. وقبل ما احكي مع رامبير رح روح اقول له قديش انا بحبها لشيلبا ورح احكي قدام كل العالم وما رح استحي من حدا. انا مالي خايف من حدا بنوب وما بيهمني شو رح يعمل. شيلبا رح تكون بس لإلي انا وساعتها رح يعرف انه اعرف قوي. إيه هذا هو الصح. يلا رح حليله اكاش. اسمعني انا بكره بدي اروح مشان اطلب ايد شيلبا من اهلها وشوف ساعتها كيف رح يجن هو وتقبل هي تتزوج مني. اذا هيك القصه فانا حابب اني اتدرب معك اراف وواثق انه انت رح تكون افضل راقص بالحفله. يلا بلش. يلا أنا ما قلت لك من قبل إنه هدول الاثنين مخلوقين لبعضهم البعض؟ بيمشوا مع بعض وبيوقعوا مع بعض وكمان بيأذوا حالهم مع بعضهم البعض. عم أحكي جد وبصراحة أنا حاببتهم إنهم يتجوزوا بعضهم. إن شاء الله تكون هي مشيئة الرب كمان. حماتي شو رجعتي بلشتي بهالشغلة؟ ما قلت لك هلا خلي جقنيش يتزوج بالأول بدون مشاكل بعدين تقدري تزبطي أمور الزيجات الثانية. بس بالأول خليه يتزوج إذا بتريدي. خليكي ساكتة هلا. الله يخليكي لا تحكي شي. بالمناسبة أنا عندي شي مهم كتير ناقشه معهم هلا. امشي معي وشوفي شو رح أحكي معهم بالضبط. حماتي شو بدك تناقشيني يعني؟ هلا بتسمعي كل شي بإذنك. امشي. راجيني بنتي نيل ابني تعالوا لهون إذا بتريدوا. أنا حابة أحكي مع الكل هلأ ضروري. أنتوا نظمتوا مراسم الزواج بشكل كتير مرتب وحلو. مراسم الكركم ومراسم الحنة نظمتوهم بشكل كتير منيح وحلو لدرجة إنه قرايبيني كلهم مدحوكن على هالشي. بس بدي ناقشكن بموضوع مهم كتير. عندي أمنية واحدة بمراسيم تسليم نيتشي بدي بنتي راجيني وابني نيل يرقصوا مع بعض. بعتذر عن الشي اللي رح أقوله. يعني الكل بيعرف إنه نيل وراجيني منفصلين عن بعض. كيف بتتوقعوا نيل يقدم المراسم؟ اها بس هنن بيضلوا اهلها للعروس نيتشي. لازم تعرفوا انه تقدايه مراسم تسليم العروس اهم جزء. الاهل لهم الحق انه يقدموه ويعملوا واجبهم. هالمراسم ما فينا نغيرها ابدا. هنن لازم يلتزموا بهي المراسم. عفواً يا ستنا قبل ما نحكي بهالموضوع هاد بدي أحكي مع الدكتور نيل كلمتين على جنب. قولي شوفي. لما راحت نيتشي على المدرسة لأول مرة وين كنت أنت؟ لما تعلمت تسوق بالسكليت من المفروض أنه تكون جنبها. ولما طلعت الأولى على صفها كله وحبت تحتفل بهذا الشي مع أهلها وين كنت أنت؟ ولما كانت بالجامعة وضحك عليها الشاب هداك وضلت كل الليل عم تبكي بس كان بدها أبوها يوقف جنبها وين كنت أنت نشأت؟ وين كنت أنت؟ دائماً أنا كنت معه. نظمت حفلات أعياد ميلاد أولادي لحالي. لما ترتفع حرارتهم أنا يلي كنت بضل سهرانة وأخذهم لعند الدكتور. أنا بس يلي تحملت مسؤوليتهم كلها.
كيف انت يلي بدك تقدم المراسم؟ كل شي عملته لحد هلا عادي، بس انا قررت من زمان انه اقدم مراسم تسليم نيتشي انا لحالي بس. لهيك هلا بدي اياك تروح وتقلن انه انت ما بدك تشارك بتقديم المراسم هي. छोटी छोटी बातें यूं ही आते जाते यादें सहला के जाती है रातों को सराहने बासी मुस्काने मुझको सुला के जाती है لو سمحتي أنا بدي أحكي معك. إللي شوفي بصراحة خالتي أنا قررت إنه راجيني تقدم نيتشي لحالها، وبصراحة ما بلومة، لأنه من لما ولدت بنتي نيتشي أنا ما كنت جنبها نهائيا، ولأنه راجيني ربتها وقدمت لها حنان الأهل، بس هي بحق لها تقدم المراسم، وأنا بعد كل هاي السنين إجيت فجأة. وإذا بدي أتدخل بالموضوع ما رح يبين هذا شيء حلو يا خالتي، بس ما بيصير إنه راجيني تقدمهم لحالة، ضروري إنه أهل العرسان الاثنين بنفسهم يشاركوا بالصلاة. طيب ماشي، لكن خلي راجيني والدكتور أمان يقدموا. عم تقول الدكتور أمان؟ وليش هو اللي يشارك بقى؟ لكن خلي راجيني والدكتور أمان هن يقدموها. الدكتور أمان؟ ليش هو اللي يشارك بقى؟ لأنه لما كنت غايب طول هالفترة الدكتور أمان هو دعم راجيني، وكمان هو ساعد لراجيني بالأوقات الصعبة يا خالتي، ومشان هيك هو بيستحق إنه يكون يعني. لحظة، لأنه دعمهم وعمل كم واجب معهم هالشي ما بيعني إنه يكون أبوها، لأنه هاي المراسم نعتبرها جزء مقدس من الزواج، ولازم يقدموا الأب والأم يقدموا البنت أعظم تقديم، والعريس بيقبل العروس أنه تكون زوجته بعد ما نقدم هاي المراسم كلها. أنا هون لحتى أخذ كنتي وأفرح فيها. معك حق، بس أنا يعني دكتور أمان. ماشي أنا موافقة، خلص نحنا رح نعمل مثل ما قلتي وأكتر. إذا كان مستقبل بنتي نيتشي موقف وبيعتمد على هالمراسم رح نقدمها مع بعض أنا وأبوها. أنا ما بدي ساوم على هذا الشيء، صحيح إنه نحنا مو مع بعضنا، بس نيتشي بتضل بنتنا بكل الأحوال. ضحينا كتير كرمال سعادة أولادنا، ولسه رح نضحي من شانه. شيء غريب، لسه هلا من شوي ماشي، بما أنه وافقت راجيني رح نقدم اتنيناتنا. هذا الموقف كتير حلو منكم. أول شي رفضت، بس بعد ما شرحت لك وافقت على طريقة التقديم، فرحتني كتير. يلا طيب اسمعوني الكل هون، نحن نظمنا الألعاب النارية برا، تعالوا نطلع. يلا 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 بعدين نشوف. يلا يلا حرب. وين دنبي؟ تعال حبيبي. يلا ما بقدر اترككم لحالكم. شو صار؟ عم توجعك؟ شوي.
لا تتضايق وتتوتر دكتور أمان، التوتر بيزيد الوجع. أنا عم أكد لك إنه أنت رح تاخد حقك، صدقني لا تخاف. نيفيديتا كيف بدي أشرح له؟ أنت مفروض تشارك بمراسم زواج نيتشي، صح؟ لأنك زوجة لراجيني، هاد المفروض يصير. وما بظن أنه كان لازم راجيني تاخد نيل على جنب ليتناقشوا بالموضوع بوجود الكل. أنت مو زوجة؟ يعني نيتشي مثل بنتك، قصدي بتمنى تكون عم تفهم. بظن أنه راجيني غلطانة معك، بس ما بعرف، ما بحسها بتحترمك وبتعاملك كزوج، يعني ما كأنك زوجة. بظن أنه أنت كتير منيح معها ومعاملتك حلوة، بس ليك لا تخاف بنوب، أخي كتير شخص حقاني ومحترم، رح يعطيك حقوقك بغض النظر شو ما بتقرر راجيني، لهيك لا تخاف. بس راجيني ما اشترطت علي أي شيء لما نحن تجوزنا، يعني هذا الشيء بيرجع لراجيني طبعا. شو الشيء اللي أنا بستحقه؟ هي اللي بتقرر هذا الشيء. ايه بالضبط، هذا اللي قصدته. بعرف راجيني، بعرفها أكتر من الكل. هي مشكلتها الوحيدة بتعمل الشيء اللي بتلاقيه مناسب وما بتفكر بحدا، لا تهتم كتير بحكي. بس أنا عم بشك بطريقة معاملتكم لبعض. شك؟ شك بشو؟ يمكن تشوف حكي بضحك، بس أنا بشك إنه أنتوا الاثنين متزوجين. شو؟ من وين بتجيبي أنت وأخوكي هالأفكار الغريبة؟ ها؟ كيف يعني؟ ما رح ورجيكي صور العرس تبعنا، ها؟ وش الزواج مسجل كمان، بورجيكي شهادة زواجنا إذا بدك. شو رأيك؟ بس شو رأيك؟ توقيعين على شهادة ما بيتسموا زواج يا دكتور أمان، اسمه زواج بالقانون. دكتور أمان، أنا يمكن ما تزوجت، بس أنا بعرف تماماً إنه إذا الزوجة ما احترمت زوجة لو بينه وبين حالة وعطته مكان بقلبها، فالزواج ما رح يكون مكتمل وهالزوج ما رح يكون زوجة. انت بس فكر شوي، انت شو رح تكون مكانتك بقلبها لراجيني؟ قلي. وإذا طلبت منك تعمل معها هالمراسم رح أعترف قدام الكل أني غلطانة. وإذا ما طلبت منك أنه تعمل هالشي يا دكتور أمان، شو رح تساوي؟ شو؟ لا تخاف، القرار رح يكون لصالحك دكتور أمان. بام، تأخر الوقت ولسه ما أجو. عم بتسأل في ألعاب نارية هون وهنيك. اجوا. انا مبسوطه كثير، تعرفوا ليش؟ لانه مراسم تسليم العروس يلي رح يشارك فيها اهل نيتشي، بنتي راجيني وابني نيل كمان، اثنين سوا. شكراً بابا، شكراً ماما. حبيبتي، شو رأيك؟ سني، تعي وزع الحلويات على الكل. ايه يلا، رح جيبهم فوراً. شايفتك وقعت بالفخ، وقعت بفخ راجيني؟ ما كنت بتوقع منك هالشي. مام اهدي، انا رح اشرح لك. ما في داعي تشرح لي، لاني انا فهمت كل شيء. ما فيك تعمل شيء، ما هيك؟ وبعرف انهم بيت حماها لنيتشي، وانت ما بتقدر تحرجهم ابدا. بظن هي ستو لجنيش جبرتك تعمل هالشي بالقوه، وانت اكيد ما فيك تحرجهم وتقلهم لا. ماشي فهمت، بس فهمني انت ليش ما بتفكر فينا نيل؟ ما عندك جواب؟ خلص مثل ما بدك، ما تزعج حالك.
الظاهر إنه أسئلتي ما لها أجوبة عندك. أنا بهنيكي. بهنيكي يا راجيني، وهي ربحتي مرة تانية، وهالمرة قدرتي تقنعيني مثل ما بدك. وقال شو؟ قال مراسم عرس بنت نيتشي. وأخي المسكين بيوافق، لكن ليش أخدتي لبرا وقلتي له بدك تحكي معه بموضوع؟ لكن ليش هيك عملتي؟ عجبتك السيرة مو هيك؟ أنا متفاجئة كيف عملتي هالشي على السريع. عن جد برافو عليكي. ولما أنا اعترضت إنه أنتي ونيل تقدموا مراسم عرس بنتكن نيتشي، حضرتك فوراً أخدتي لبرا وحكيتي معه على جنب بهذا الموضوع، وكنتي بتعرفي إني ما رح أسكت. وأنا لا بام، مو هيك صارت القصة، مو هيك. أنا ما حكيت شي لنشأت بهالموضوع. أكيد ما رح تحكي الحقيقة، بس أنا بعرف الحقيقة، وحتى لو ما قلتي لي يا دخيلك ما رح تكون مشكلة. فترة من 10 لـ15 يوم مراسم، يعني العرس ما رح يضل لآخر العمر، وبعدين بيجي دوري. تفضلي اعملي وكتري راجيني، مراسم العرس، الرقص، الكوكتيلات، الاستقبال، وإذا بدك إنه نيل يقدم مراسم العرس رح يقدمها. اعملي اللي بدك يا حلوة. بس ليكي، لما بيرجع أخي على أمريكا لا تفكري تتواصلي معه. عم بحذرك، فهمتي؟ تذكري هالشي منيح، وإياكي تنسي. أنت اللي قلتي إنه تعال شو على عرس بنتك، احضر المراسم وبعدين ارجع من محل ما اجيت. وأنا حبيت ذكرك يا راجيني إنه نيل إجا بس كرمال يحضر عرس نيتشي باعتباره بيكون أبوه. هو مانو زوجك، عم تفهمي؟ لهيك بس يخلص هذا العرس ويكون بده يسافر من الهند، بتمنى تخليه يسافر من دون ما تعملي له مشاكل. وإذا حاولتي اتوقفي نيل بإنك تستخدمي ولاد وحجة وقتها، ما بتعرفي شو ممكن يطلع مني يا راجيني. خلصتي؟ ولا عندك شي لسه بتقولي؟ خلص، بيكفي هلأ حاجتك. بام، أنا ما عم بفهم ليش كل هاي الأفكار الغريبة عم تجي على بالك، بس رح أقول شي وحابة تفهمي، وبتمنى ما أرجع عيده. نشأت بالنسبة إلي هو بس أبو ولادي ومانا وشي تاني أبداً. أنا بالأصل ما كان بدي إني أعزمه، بس نيتشي وستو لجقنيش أصروا علي كتير، وما كنت مبسوطة بجاية نيل على الهند، ولا حتى مبسوطة بقعدته عنا هاي الفترة. وإذا بدك فيك تسافري بسعادة مع أخوكي إيمت ما بتريدي، لأنه ما عاد يهمني. إيه ما حلو هالمحل؟ احكي شو ما بدك، بس أنا بدي إياكم تضلوا مبسوطين على طول. يلا جاوب جكنيش، هذا أكثر عيد حب مميز بالنسبة إلك أنت؟ إيه؟ احكي لنا، ما حبيت بحياتك؟ قصتي يعني قديمة شوي، بس أنا ما بعرف إذا هي كانت بتحبني أو لا. يلا يعني مو الكل محظوظين مثل جيغنيش. نيل، أنت وافقت إنه تقدمون، هذا الشيء صح ما؟ أنا وافقت على الشيء بأمر راجيني. وافقت لأنه طلبت هي؟ بالعادة هالشيء بيصير بين الزلمة ومرته، ما هيك عركي؟ خلاص كاران، أنا بظن إنه لساته بيحبها لراجيني. بس راجيني رجعت تزوجت. الزواج ما له علاقة بالحب أبداً. نسيان إنك إجيت كرمال راجيني وبس؟ أنا ما جيت كرمال راجيني، جيت بس من شان بنت نيتشي. هاي الفكرة كتير حلوة لتضحك على عقلك فيها. طيب إذا بدك تجي على عرس بنتك كنت إجيت لما عزمك أخوك، بس أنت ما جيت. ولما عرفت إنه راجيني تابعت حياتها من جديد أنت إجيت بس لحتى تضل جنبها. دخلت على المشفى، هذا نفسه يلي كانت راجيني موظفة فيه، وحبيت تثبت لها أنك أحسن من زوجها الجديد بكثير شغلات. هذا اسمه حب.
يا صاحبي حتى أنا عندي قلب وحبيت من قبل. لهيك أنا فيني أفهمك كتير منيح. وافقت إنه تيجي على هالعرس وأقنعت راجيني إنه تيجي على هالمكان. ليش؟ لأنك بتعرف بمجرد جيت لهون إنه كل ذكريات الماضي رح ترجع لك. چھوٹی چھوٹی باتیں یوں ہی آتے جاتے یادیں سہلا کے جاتی ہیں راتوں کو سرحانے باسی مسکانے مجھ کو سلا کے جاتی ہیں ملنا نہیں ہے ممکن اتنا بتاؤ تجھکو بھولا نہ پاؤں تجھکو بھولا نہ پاؤں یہ سلسلے کیوں ہیں سب کچھ وہی ہے پر کچھ کمی ہے تیری آہٹیں نہیں ہیں سب کچھ وہی ہے پر کچھ کمی تیری آہٹیں نہیں ہیں نہیں ہیں وقعت بحب الذكريات وبحب راجيني الساكنة فيها بس انت ما عم تعترف خلصت؟ أنا جيت لهون كرمال بنت نيتشي وتأكد من هالشي كرمال بنت نيتشي مو لشي تاني شش سمعونا راجيني صارت هون ليك كيف سكت لما سمع اسمها صفان انتو مجانين ولا شو؟ شو عم بصير؟ انتو كيف عم تشربوا هيك بالعلن؟ مانو بونجابي هاد جوجراتي اذا شافتكن ستي انو عم تشربوا بهالطريقة رح تساوي لنا قصة كبيرة راجيني لا تعقديها اذا اهل العريس جوجراتي بس عيلة العروس بونجابي يعني فينا نشرب وين المشكلة؟ مزبوط كارن انتو خليكن منتبهين لانو اذا شافوكن عم تشربوا رح تصير مشكلة هالشي بيتعلق بنيتشي لهيك انتبهوا اجيت كرمال اعطيكم هالحلويات الظاهر مانكم بحاجتهم مرحبا شباب تفضل اخي شاشكان تعال خذ راحتك انا حابب انه احكي معك شوي ايه تفضل بالمناسبة نظمت العرس بشكل كتير حلو وحتى أمي عجبها بعدين مين أنا حتى لخلف الرأي وبالحقيقة الجو ممتع يعني البيت ريفي وكبير وعرس ضخم عم بيصير وحتى وضع المشروب منظم يعني بالحقيقة بما أنه نيتشي من عيلة خانة معناتها المشروب بكل محل لازم يكون موجود ما هيك طبعا هذا هو الحكي أنت بس قلنا والكاسة بتجي لعندك عرجليها مظبوط؟ لا تبالغ وجب له مشروب قوم ايه انا كان قصدي For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos